بداية بدي أتشكر دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على كل المساعدات الإنسانية والإغاثية عم تقدم للشعب السوري من خلال هذا الزلزال الضخم اللي ضرب سوريا. اليوم نحن بأحد المواقع بمدينة جبلة بوجود عناصر الدفاع المدني السوري، تم استلام تجهيزات فنية متطورة من قبل فرقة الطوارئ اللي قدمت إلى مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية من خلال يمكن تالي يوم الزلزال، وشاركت معنا بعمليات الإغاثة والإنقاذ. تجهيزات متطورة استخدمها رجال الطوارئ الإماراتيين، وتمكننا من خلالهم من إنقاذ كثير من الضحايا بالتعاون مع رجال الدفاع المدني السوري. طبعا هل في هناك دورات تدريبية سيقوم بها رجال الطوارئ من الدفاع المدني الإماراتي بتدريب عناصر من الدفاع المدني السوري على استخدام هذه التجهيزات الفنية المتطورة لاستخدامها في حالات الطوارئ إن حدثت.